Di cambio della nato di Cala Orsi, Orsi Morra Forse, di Asiso Orsi, Morra Fria e Asiso. La mia punti sorsi è una sosta del suo città per Gaga, la catova la finiamo di pranzo. Quel cala di, e le dice che così la zina si sta la di, la ema le dice che così la zina la cara su cuore, vuol volte che va. Vena, e la andena che va, e va il volte che va, lei è una maia di Gaga. Continuous. يبقى البوست كمان جاست افتر اللي هي بوست زيرو يعني بجيبها من ايه؟ من جاست بيفور. جاست بيفور كانت دايره مفتوحه ويفترض ان كمان فاضي ما فيهوش اي حاجه خالص ده الطبيعي يعني يبقى بالتالي البوست عليه بكام؟ بزيرو. يبقى بالتالي اول ما اقفل السويتش اللي هي بوست البدايه بتاعتي هيظل البوست على كباستور بزيرو. طالما ان الدوش على كباستور بزيرو لاحظت البدايه يبقى كده الكباستور ايه؟ شور سيركت في البدايه صح؟ انتوا عارفين ان فولت في زيرو معناها شور سيركت. حسب كي دي ال يا جماعه السورس ده بيتوزع على الار والسي ولكن السي شور سيركت يبقى الفولت كله رايح لمين؟ رايح للار. اذا الفي على الار انيشيالي الفي على الار انيشيالي هي نفسها السورس اي. وانا الحاجة اللي هي مكمل اللي فيها عبارة عن اي في اخر يبقى الاي انيشيال يساوي اي على الار. كده عرفت الكلام انيشيال واللي فيها على الار انيشيال واللي فيها على السي انيشيال. دي اول خطوة في حل المسألة. الخطوة الثانية الوضع النهائي اللي هو الفاينل سيتويشن اللي بنسميه الستيت ستيت او الانفينيتي تايم. لما الطيب تنسي فين يا جماعه؟ يعني مر وقت طويل. كلنا عارفين في الكتاب الاولاني ان الكباستور اصلا ما بيعديش دي سي، صح؟ كلنا عارفين المعلومه دي؟ طالما سورس دي سي يبقى الكويل شورت سيركت والكباستور ايه؟ اوبن سيركت. الكلام ده في الستيدي ستيت مش في الترانزيت. دي معلومه ما كناش نعرفها في الكتاب الاولاني. في الترانزيت في السورس الدي سي الكويل ما هوش شورت ولا الكباستور اوبن، الاثنين شغالين. بيشتغلوا في هذا الترانزيت. انما في الستيج ستيت اه يبقى ده شورت سيركت وده اوبن سيركت. واحنا طبعا عارفين السبب، السبب ان الفريكونسي دي سي بكام؟ بزيرو، يبقى جي ال اوميجا بتاعت الكويل بزيرو عشان كده شورت سيركت، وواحد على جي اوميجا سي بتاعت الكباستور بانفينيتي عشان كده ايه؟ عشان كده اوبن سيركت. يبقى لما اكتب لك واي هنا ليه دايره اوبن يا جماعه؟ السبب كده مين؟ الكباستور ما بيعديش الدي سي عشان الدي ده ستارت اب ايفنت فيبقى فاتح الدايره. يبقى الدايره فاينالي اوبن. مين اللي فتح الدايره في الستيت ستيت في الفاينال؟ الكباستور. طالما الدايره اوبن يبقى في كارنت يا جماعه يبقى الكارنت بايه؟ بزيرو. طب اي في ار اللي هي في ار تبقى بزيرو هي كمان. ولكن مجموع التو فولتج اللي على الار والسي يساوي السبلاي. يبقى كده السبلاي رايح لمين؟ رايح للدي سي من غير ما نفكر، يبقى الدي سي في الستيت ستيت هو نفسه الايه؟ الاي. وده منطقي يا جماعه، منطقي ان الكباستور فاينلي هيوصل لبوتش اند السورس. ليه؟ لان الكباستور والكويل مخازن للطاقه، يعني عاملين زي التانك. تانك فاضي ويقعد يتملي. ففي الاول خالص كان السويتش مفتوح وكان التانك ده فاضي. اول ما يعمل السويتش يبدا الانرجي تمشي عشان تملى ايه؟ تملى التانك دوت. لغايه ما التمثل يبتدي تماما بيوصل لبونت قد ايه؟ قد السبلاي فيقع في مرور الكارنت. يعني ما فيش كارنت خالص فالكارنت ليه زيرو. ليه الكارنت زيرو؟ عشان البونت اللي هنا قد البونت اللي هنا، البونت اللي هنا البونت ده في ايه؟ يبقى كده لازم ايه؟ لازم الكرنت يتوقف اللي هو لاي انفينيتي ده. لاي انفينيتي ده لازم ينعدم. ليه؟ عشان التانك اتملى، التانك بتاع الكباستور اتملى. طيب نيجي
بتجيب بقى الكالوريز المعادله بتاعتنا وتجيب الفولتج كذلك. وطبعا هنا في المنصه انت يا جماعه هنا اسمه ار سي. هناك في الار ال كان ايه؟ كان ال على ار. هنا ار سي. ولو عندك كذا ار في الدايره يبقى هات سيف ان الكوبرا سيركل بين طرفي الكباسيتور. تعالى بين طرفي الكباسيتور كده وبص كده في الدايره وهات السيف ان الكوبرا يبقى دي ار سيف ان هي دي الار بتاعتك بتاع الطاير كورس. اوكي؟ بعد ما جبنا الكرنت نجيب البي على ار ونجيب البي على سي. البي على سي طبعا في اي لحظه هو عباره عن الانتجريشن ده بلس وماينس الدي سي نوت. ده قانون عام يا جماعه كلنا عارفينه ان الدي سي واحد على سي انتجريشن للكرنت دي دي بلس وماينس انيشال فولتج بتاع الكباسيتور. طب امتى نحط بلس وامتى نحط ماينس؟ نحط بلس لو الكرنت اللي رايح للكباسيتور داخل على بلس على الكباسيتور. ونحط ماينس لو داخل على الماينس. اظن كده سهل قوي. يبقى بلس لو الكرنت داخل على بلس، ماينس لو الكرنت داخل على ماينس. يعني ايه؟ يعني انت عندك ده الدي سي نقطة اهو، وكانت بلاك كده، والكرنت بتاعي كده. فرضا يعني كده الكرنت داخل على ايه؟ على البلس بتاعت الدي سي نقطة، يبقى نحطه بالبلس. لو الكرنت داخل على الماينس نحطه بالماينس. بطريقة يعني غير علمية أو حاجة بس دي سهلة تسهل الفهم جدا. الكرن داخل البلس خليه بالبلس، جاب المانس خليه بالمانس. اللي عايز يفهم بقى علمية ازاي برضه ممكن يفهمها له بس مش بس. بالعكس يعني علمية تعرف تطبقها تلاقي ليزر غير إن شاء الله. أو أكيد في زي يا جماعة بطريقة تانية بدل ما أعمل انتجريشن والكلام ده. إحنا عارفين إن البي أر زائد البي زائد البي سي بيساوي سورس. يبقى كده البي سي في أي لحظة بيساوي إيه؟ بيساوي السورس ناقص البي على الار، صح؟ او القانون الجوردن بتاعنا، قانون الجوردن اللي احنا بنطبقه على الاي على الاي وعلى البي في الدايره. الاي بتاع ال والبي بتاع السي او بتاع ال. اقدر انفذه برضه واطلع ايه؟ اقدر اكسبشن. لما نيجي نرسم بقى الحاجات دي يا جماعه الرسم بيطمني اذا كنت ده ماشي صح ولا ماشي غلط. لما نرسم الكارنت الكرنت اهو نصيبه نعوض عن التايم زيرو. تايم زيرو يبقى كرنت كام؟ بكام يا جماعه؟ ب اي على ار. وبعدين لما التايم في انفينيتي الكرنت يحصل له ايه؟ يختفي. وده الكلام ده صح لان التانك اتملى بتاع الكباستور. طالما الكباستور اتملى يبقى هيبقى اوبن سيركت كانوا بيعكسوا الدي سي. يبقى كده الكرنت بيبدا قوي جدا وبعدين يقعد يقل مع الوقت. زي ما احنا فيه ميه فتحتها في الاول التانك فاضي يبقى الميه ايه؟ ارتفاع ايه؟ قوي جدا. كل ما التانك يتملي كل ما معدل الميه نازل ايه؟ يقل مع الوقت الى ان يحتفي لما يوصل للستيدي ستيت يكون التانك اتملى. ملى يعني ايه؟ يعني البورد بتاع الكباسيتور وصل لنفس البورد بتاع السورس. طبعا الدي على الار يا جماعه بيكون نفس الشكل بالظبط مش كده؟ يعني يبقى دي كده وينزل كده. ده البي على الار. نفس شكل الكارت لانها دايما انفيز مع الكارت. البي على الار دايما انفيز يا جماعه، نفس شكل الكارت بالظبط. معنى كده ان البي على الار بيبدا قوي بيقعد ايه؟ بيقعد ينزل مش كده؟ يعني بص البي على الار بدا بايه؟ البي على الار بدا هنا بايه؟ بكام يا جماعه هنا؟ بإي. وكان ساعتها الكباستور شورت. في نهاية الأمر حصل العكس. بقت الأر هي اللي شورت والكباستور هو اللي إيه؟ هو اللي مليان عليه بإي. يبقى معنى كده إن الـ DC هيبقى شكله إزاي؟ هيبدأ من زيرو كده لما تعوض، أقعد على التايم زيرو، واحد ناقص واحد، وبعدين يوصل الـ E في الـ إيه؟ في الآخر في الـ CNC. صح كده؟ يبقى ده اللي هو إيه؟ البوابة بتاع الكباستور. وبعدين في النهاية الناس ما بتقولش في النهاية دي الكباسيتور هيوصل لإيه؟
ومعلوماتنا بتكون ان في النهايه التوازن الوطني لمين؟ مجموع الاثنين في اي لحظه؟ مجموع الجاع الارض اللي فيها سي في اي لحظه؟ يديك مين؟ يديك مين يا جماعه؟ لما اجمع الارض الجاع الارض اللي فيها سي في اي لحظه يدينا ايه؟ يدينا السورس. ده الكلام ده قاله العالم كيرشوف. العالم كيرشوف الله يرفعه عمل لنا حاجه اسمها كي دي ال. كيرشوف باصص لو. قال لك طالما عندك لوب لوب كلوز لوب كده يبقى السورس يساوي مجموع الاجزاء بتاعت الايه؟ بتاعت الالمنتس اللي هو الارض اللي هو السورس. فمجموع الاثنين دول في اي لحظه يساوي السورس. فتلاحظ فعلا ان انت لو جمعتهم في اي لحظه كده هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا عند السورس بالظبط. ولذلك واحد منهم بيقل والتاني ايه؟ والتاني بيزيد. ما ينفعش كل اثنين بيزيد او الاثنين بيقل والسورس دي. لان مجموعهم في اي لحظه يدينا السورس. طيب لماذا سمي التايم كونستانت بهذا الاسم؟ تايم كونستانت اه سي. لان لو كان الكرنت نزل بمعدل ثابت بمعدل كونستانت كان وصل هنا في ايه؟ في التايم كونستانت. لو كان الفي ار نزل بمعدل ثابت كان وصل في التايم كونستانت. لو كان الفي سي طلع بمعدل ثابت كان وصل التايم كونستانت. عشان كده كلهم بنسميهم ايه؟ تايم كونستانت. يعني احنا عندنا يا جماعه هنا الصعود او الهبوط بتاع الكرنت سما الترانزنت بيقول بيبقى اكسبوننشال مش كده؟ الاكسبوننشال ده لو ما كانش اكسبوننشال كان لينير، كان الصعود لينير او الهبوط لينير، كنا وصلنا للستيت ستيت في زمن كونستانت. قيمته دائما ار في سي. فعشان كده دائما سمي ثابت في الزمن تايم كونستانت. مين مش فاهم؟ في اي سؤال؟ طيب لو الحاله دي بقى يا جماعه فري ريسبونس. طبعا عشان تكون فري ريسبونس لازم يكون في وضع سابق بيشحن الكويل او التبخر، لازم. والا لو مفيش سورس اصلا على الدوام يبقى مفيش اصلا شغل على الدوام. انت داخل المعمل ولقيت ار وال او ار وسي واصلين مع نفسيهم كده مش اي سورس. ده لسه شغال؟ الاجابه لا مش شغاله لان ما ينفعش اي سورس. لكن احنا المقصود بالزي هنا ايه؟ ان كان في وضع سابق ان السورس فيه شاحن الكويل كاباستور وبعد كده حصل ان السورس اتلغى واصبح الوضع فيه. ففي الحاله دي الكويل او الكاباستور كمخزن للطاقه بتفضي الايه؟ اللي عندها. بيفضي الطاقه اللي عنده في الدايره لغايه ما يبقى يخلص خالص وكل شيء يموت تماما، لا تهمل تماما. يعني الفاينل دائما يا جماعه الفاينل في هذه الحاله ناصب. طالما ان فري ريسبونس في الاخر كل حاجه بتختلف. لان الدايره اصلا لا تشتغل على سورس. الدايره دي هتشتغل بس الفتره اللي فيها الكباستور عنده طاقه. اول ما يخلص على الطاقه اللي عنده خلاص كل حاجه بتختلف. انا بختار حضرتكم مجموعه من السوشيال دي توضح العمل. يعني ايه اللي كان بيبان يا جماعه؟ يعني الدايره دي زمان خالص كان السورس ده واصل بالار والسي لغايه ما الكباستور اتملى وشحنه وكل شيء بقى ستيت ستيت. وبعدين قررنا نقفل السويتش ده ونفتح السويتش ده. لما نفتح السويتش ده يا جماعه يبقى عملنا ايه؟ لغينا السورس بقى. وطبعا هو كده كده اتلغى لما نعمل شورت عليه. نفرض عليه كده خلاص هو اتلغى من ناحيه التاثير على الدايره ما عادش بيأثر على الدايره. لكن انا فكرت احط سويتش للطاقه عشان بس ننهي السورس. لما ده يتعمل كده يا جماعه اصبح الار سي هنا كلوب فيها اي سورس؟ ما فيهاش سورس. لكن انيشيالي الكباستور جاست بيفور قبل ما اعمل العمليه دي كان عليه فولتج قد ايه؟ قد السورس بالظبط. ده الوضع السابق. الوضع السابق كان يعني السورس ده بيشحن الكباستور فالكباستور اتملى وصل للاي. بدليل ان انا مسمي تايم ماينس كيرفين يعني ده زمن طبيعي خالص كافي تماما ان هو يشحن الكباستور. الوضع السابق ده اللي هو جاست بيفور هو نفس جاست اصلا. لكن البي سي كونتينوس زي الاي ال، الاي ال ما
كانت في كل جماعة هي تدير وقت فيه. فيبقى إذا كده التماسك هيبقى بمنشأة إيه؟ بإيه؟ هنا بقى حاجة غريبة جدا. يعني الوضع التماسك الرباني دي ده إيه؟ ده دي سينو. دي سينو. ولكن العالم كيرشو بيقول إيه؟ بيقول إن مجموع البي سي زائد البي آر في أي لحظة يساوي السورس، السورس كام يا جماعة؟ مفيش. يبقى معنى كده إن السورس ده زيرو، يبقى الاتنين دول مجموعهم بيساوي زيرو. فطالما ده بادئ بإي يبقى ده بادئ بإيه؟ بماينس إي عشان لما مجموعهم يدوا لي زيرو. صح؟ يبقى إذا البي على الآر نور وماينس إي. دي بتساوي أي آر، يبقى أنا كده هجيب الإنيشال كارد. ماينس إي على الآر. الماينس دي على فكره تطمن ان الواحد ايه ماشي صح. الماينس دي تطمن ان الواحد ماشي صح. ليه يا جماعه؟ لان الكباستور في الوضع السابق كان بيبعت له كهرباء من هنا كده، فكان عمال يشحن عمال يشحن لغايه ما اتملى. لما يلاقي نفسه ان هو اتملى وما عادش فيه صوت يعمل ايه؟ المفروض يرجع الطاقه اللي عنده. خلي بالك بقى من لفظ يرجع الطاقة، يعني المفروض إن الكرنت يمشي إزاي؟ يمشي كده. يبقى افتراضي إن الكرنت في نفس الاتجاه القديم ده افتراض إيه؟ افتراض غلط، عشان كده التاني هنا إيه؟ مايكس. ده منطقي، لأن كده هو ده الوحيد السورس اللي بتدير عليه. لأن هو دل عليه قال إنرجي ستور، فيبتدي يفضل إنرجي ستور دي في الدايرة بالعكس. أوكي؟ طيب جبنا الاي نود والدي على الار نود والدي على السي نود. الوضع النهائي بقى، الوضع النهائي دائره لا تحتوي على سورس، يعني اصلا مش شغاله اصلا. يبقى الوضع النهائي ما فيهاش اي حاجه، لا فيها كرنت ولا فيها فولتج على الار ولا على السي ولا اي حاجه خالص. دائره بيت تماما. كان في شويه طاقه هنا اتفرقوا وخلصوا خلاص. يبقى الوضع النهائي مش حاجه خالص. وبعدين طبق بقى القانون بتاعنا مرة عشان نجيب الكرنت ومرة عشان نجيب الـ على السي، والـ على الـ طبعا عبارة عن أرفع. نرسم بقى يا جماعة الكرنت يبقى إيه؟ يبقى هنا ماينس إي على أرفع كده ويمشي كده. ده الكرنت. يبقى الكرنت بقى العكس، عكس الاتجاه اللي برضه، وهيقعد ايه؟ يقل كموديلس لغايه ما يختفي. الـ V على الـ R نفس الشكل. الـ V على الـ R نفس الشكل بالظبط يا جماعه. يعني ده هو نفسه الـ V على الـ R. دي على الأرض نفس الحكاية بالظبط. ماينس إي زائد دي على الأرض. لأنها هتتجاز مع الكرنت، مش كده؟ عوض تي زيرو يتطور زيرو واحد يبقى ماينس إي. البي على السي بقى يا جماعة. البي على السي يبدأ بكام؟ ها؟ يبدأ بإي ويقعد ينزل مع الوقت كده. ده البي على السي يبدا بي وينزل معاه. طب مجموعهم في اي لحظه؟ مجموع البي على الار والبي على السي في اي لحظه يساوي كام؟ يساوي سورس وما عادش في سورس اصلا المساله ما فيهاش سورس. المساله بتاعتي انا عملت شورت كده اللي ما عادش في سورس كده. يبقى مجموع الاثنين دول في اي لحظه يساوي السورس اللي هو زيرو يعني. صح؟ اهو بص اهو اول لحظه ماينس اي وبلس اي زيرو وبعدين نيجاتيف قد البوستيف نيجاتيف قد البوستيف وهكذا لغايه الاخر خالص حتى ماينس انفينيتي وبلس انفينيتي برضه ضيعوا بعض. ما اسف ماينس زيرو وبلس زيرو في الانفينيتي فبيضيعوا بعض ما بيناشوا بعض. مين مش فاهم يا جماعه؟ اللي هو طبعا بيحول او بيقول لسكند اوردر ديفرنشال ايكويشن.
عارفين السكند اوردر يا جماعه بتبقى اصعب طبعا من الفيرست اوردر، وعارفين ان انا لازم اجيب لها الاوكسلري ايكويشن زي ما درسنا في الرياضه وفي الفيزكس كمان. خدت سلامات الرياضه في الفيزكس. انك انت عشان تجيب الكومبلمنتري فانكشن في الرياضه لازم تكتب الاوكسلري ايكويشن اللي هي معادله الدرجه الثانيه وتطلع لها تو روز تكتب الاحتمالات بتاعتها. الكلام ده لقيته رياضه ولقيته فيزكس كمان. وخدتوا حتى الاحتمالات باسمائها اوفر دايربل وكريتيكالي دايربل واكبر دايربل او سلامات. مر عليك الكلام ده في الفيزكس على ما اعتقد. حصل؟ حصل. وهيمر لسه تاني في كذا ماده. العديد من المواد لغايه ما نتفرج يا جماعه هتلاقي مواد دايما بيعبر عن الدفرنشال ايكويشن ودايما في سكند اوردر الدفرنشال ايكويشن وفي اوفر دايربل الدفرنشال اوردر الاحتمالات دي كلها. عشان كده بقول لكم ما تنسوش الرياضه ابدا. اي رياضه تدرسها مفيش حاجه اسمها انساها لانها مستمره معايا زي السيركتس كده. السيركتس مستمره معايا بنحل بيها اي ماده اخرى بنحل بيها الميجر مثلا كده ده. طيب لو عندنا ار ان سي سيركتس والسويتش اتقفل خد بالك يا جماعه ان المساله اللي بنحلها هي ما بعد مش ما قبل. المسائل اللي احنا بنحلها كاملة اللي بتبدا من لحظة ايه؟ من لحظة مثلا هنا المسألة بدأت امتى؟ لما قفلت السويتش. يبقى من بعد ما قفلت السويتش مسألتي تبدا. أمال برجع لما قبل ليه؟ ليه برجع لما قبل اللي قبل السويتش؟ اللي هي جاست بيفور. عشان أجيب الإيشن كونديشنز. الإيشن كونديشنز اللي فيها كونتينيوتي اللي هي إيه؟ اللي هي الكارت والكويل والبوك والكباتن. وانا وضحت لكم طبعا السر في الكلام ده في اول محاضره خالص اللي فيها سمري للموضوع كله مع بعض. فيبقى انا هرجع لجاست بيفور بس لما كان السويتش مفتوح عشان استعين ان انا اجيب الايه؟ اجيب الكرنت في الكويل والبورد على الكباسه. لما كان ده مفتوح كده يا جماعه كان في كرنت في الكويل؟ الاجابه لا مفيش كرنت في الكويل. اذا جاست افتر يعني بعد ما اقفل بيكون تجربه الكرنت هيظل برضه في ايه؟ زيرو. وطالما زيرو الكرنت يبقى الاي في ار يساوي ايه؟ الاي في ار اللي هو بي على ار يساوي زيرو برضه مفيش يعني. طيب لما كان السيرش مفتوح اللي هو جاست بيفور كان في موقع كباستور؟ لا كان الكباستور فاضي. يبقى هيظل فاضي برضه لما تبدا المساله بتاعتي. يعني جاست افتر هنجيبها بدلاله جاست بيفور للموقع كباستور اللي هو بكام؟ اللي هو زيرو. طيب البي على السي انيشيالي زيرو والبي على الار اكتشفنا ان هو كمان زيرو والعالم بيشرف اللي عملنا كي بي ال بيقول ان السورس يساوي مجموع الثلاثه. اذا كده السورس رايح لمين يا جماعه؟ رايح لمين اللي فاضل؟ للال. يبقى البي على ال هو السورس ولكن البي على ال عباره عن ال دي اي باي تي. يبقى بعد كده ايه؟ دي اي باي تي كمان انيشيالي كده. مش مثلا كمان مسائل اوعى تعتمد ان انا بشرح والله ما بشرح ده اسلوب حل المسائل. وعلى فكره ده بتاع اللي احنا قلت ان انت حتى لو ما حلتش ولا مساله لا طب ما عملتش زي دي ولا بحل لو انا بشرح حاجه وانا بشرح اه ال ما كنت حل زي لما بشرح كده عشان تطلع ده معاك صح. هو لو في انفصال بين الشرط وبين حل المسائل يبقى ما بيكون داعي الشرط دي نخش على حل المسائل على مش عارف يعني صراحه يعني ايه يعني تصنيفك للموضوع ده انت فهمته ازاي او يعني عايز تقول ايه يا جماعه انا بحل مسائل يا جماعه بس برموز المفروض تكون عملت زي كده لما تحل الار ال. فاينلي بقى فاينلي دي الستيت ستيت كلنا عارفين طالما السورس دي سي يبقى الكويل شورت سيركت والكباستور اوبن سيركت صح؟ الكويل شورت ما عملوش فولتج في الفان والكباستور اوبن معناه ان الدايره ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش كرنت. طالما ما فيهاش كرنت يبقى ما فيهاش بي على الار لانه اي في ار. ولكن جي دي ال بيقول ان البي على ال والار والسي في اي لحظه هيساوي السورس. واحنا دلوقتي واجهنا ان الكل ما عندوش فولت وان الار ما عندهاش فولت يبقى الفولت كله رايح لمين؟ رايح للكباستور من بدل هاني. طب في اي لحظه بقى يا جماعه؟ في اي لحظه برضه نجيب المعادله بتاعت كي بي ال ونعوض
اياه. طبعا احنا هنا فرضيه ان الانيشال فولتج زيرو موجود، لكن لو في اي مساله ممكن رقم يبقى لازم تحطه ونحطه بشرط. بص لو كان الكلام داخل البص بتاعه او نيجاتيف لو كان داخل عليه. المعادله دي الطلبه مش بيحبوها لان فيها انيميشن، فممكن كوسيله لفاضل المعادله لما هنفاضلها الانيميشن يلغي ايه؟ الفاضل يلغي ايه؟ يلغي التكامل. وبعد كده خلصنا بالتكامل خالص، وبعدين سكند اوردر اهي، وبعدين احط طبعا خدوا بالكم بقى يا جماعه ان السكند اوردر طلع ما فيهاش حاجه في النهايه دي، وده معناه انها هومولينيوس، وده معناه ان مفيش سي سي يعني الحل بتاعها فرنسل بس. وده يتفق مع العلم العملي، لان العلم العملي ده مفيش سي سي اهو. العلم اللي احنا دارسينه بيقول ان مفيش سي سي ده ايه داخل اوبن، مفيش سي سي في الحرب ده اللي هتفتح في الاخر. يبقى اذا الشرط عباره عن ترانزيت اونلي. عشان نجيب الاوكسيلري ايكويشن بقى يا جماعه بنستعين بالاوبريتور بتاع الاقلاص، العالم الاقلاص اللي هو الدي باي دي بنحطها مكان بنحط مكانها اس. اس دي هي الاس بتاعت الاقلاص ترانسفورم، اللي هي ممكن تكون درستوها بس سميتوها دي سميتوها ام اي حاجه كانوا سموها اس زي ما هي. المهم ان انت بتحط دي باي دي اس من اس او دي او اي حاجه تطلع معنى بالدرجه الثانيه لا حليه. اللي بيتكلم يا جماعه ما بيخش الغياب، تطلع تتكلم بره وبعد كده تعالى. تتكلم ليه ولا بشرح؟ مش عايزين دوشه يا جماعه. يبقى المعادله لها حلين، وبالتالي يبقى عندي احتمالات خمسه، عندي خمس احتمالات. في يا جماعه خمس احتمالات للمعادله. بس الاول ندي بالمعادله زي ما هي، ويا ريت تحفظوها كمان. احفظها لانك لما تلاقي فرق ستاندرد في الامتحان كده اه ال سي الشكل ده، حط على طول الشكل النهائي وكله على طول. مشكلة خالص. فيا ريت نحفظ الالفا والبيتا والقيامهم والاوميجا نوت كل الكلام ده نحفظه، ونحفظ الاشكال كمان مفيش مانع طبعا ان المسألة جاية لي دايركت عشان نوفر وقت. طيب ايه الاحتمال الاولاني؟ الاحتمال الاولاني ان الالفا تكون اكبر من الاوميجا نوت، فبالتالي يبقى الجزء ده الجزء اللي تحت الكنز ده اصغر من الرقم بتاع الالفا. ليه يا جماعه؟ لانها الفا سكوير ناقص حاجه. الفا سكوير ناقص جزء يبقى اصغر من اكتر. يبقى كده التو روتس على فكره بالنيجاتيف. التو روتس الاحتمال الاولاني بالنيجاتيف، لان ماينس الفا ماينس كذا ده نيجاتيف، وماينس الفا بلس رقم اصغر منها برضه نيجاتيف. يبقى كده التو روتس بالنيجاتيف الاثنين دول، وبالتالي الترانزيت هيختفي مع الوقت. وطالما الترانزيت اختفى مع الوقت والحاله هي دي، يبقى احنا قدام سيستم ستيبل، يبقى ده ستيبل سوليوشن. خلوا بالكم الترانزيت ينشا مع التغيرات الفجائيه زي سويتش اون سويتش اوف ديستربنس زلزال المباني واحد دخل عليه خضك خضيت مر ترانزيت. خلي بالك الثورات بتاعت الشعوب ترانزيت، لكن من نعم ربنا والحمد لله الاكسبوننشال بيبقى الباور بالنيجاتيف. يعني كل ما الوقت يعدي كل ما الترانزيت يساوي يا جماعه يهدى خالص ويختفي مع الوقت. انتوا عارفين لا قدر الله لو الاكسبوننشال بالباور بالبوستيف يبقى الجزء اللي كل الترانزيت ده يقعد ايه مع الوقت؟ يقعد يزيد الى ان السيستم اتدمر. في الحاله دي لازم دوائر البروتكشن تشتغل والفيوزات تشتغل والدوائر تفتح على طول عشان تحمي السيستم وكده. فده طبعا نادرا جدا ما بيحصل، يعني بيحصل في الابراج البوزيشنز او في حالات الفوكس وكده. يبقى هنا عندنا التونوس في النيجاتيف يبقى السيستم ستيبل، وبنسمي هذه الحاله اوفر دامج. لو التونوس قد بعض يا جماعه يعني الالفا قد الاوميجا نوت فيبقى التونوس ماينس الفا بنسميها كريتيكال دامج، وفي هذه الحاله هيبقى نيجاتيف روتس. بس برضه خلي بالكم من الاكسبلينشن تباور ايه؟ بص ولا نيجاتيف؟ اهي بص عليها باور في اكسبلينشن بالنيجاتيف، اذا ستيبل الحمد لله. الحاله الثالثه اللي يكون الفا اصغر من اوميجا نوت، يعني الجزء ده اصبح ايماجنري، فنسميها بقى هي اوميجا. اوكي؟ ودي الحاله بقى اللي هي الحاله المهمه جدا اسمها اندر دامج، اللي هي الحل فيها بيبقى اوسيلاتوري. يعني برضه جزء اكسبلينشن باور بالنيجاتيف اهو، يعني ستيبل،
ولكن الريسبونس بتاعنا دخله ساين او دخله ساين وكوساين. ممكن اكتب ساين بلس كوساين او اديهم الاثنين مع بعض في واحد ساين او واحد كوساين. اوكي؟ ده اهم حاجه يا جماعه اندر ده اللي هو الاستراتيجي ده الاكثر حدوثا في الطبيعه. ده اللي بتقابله اكثر في معظم الاحيان اللي هو الحاله الاندر ده دي اللي هي الحاله اللي فيها التو روز كومبلكس. خلي بالك هنا ان التو روز اصبح كومبلكس، كومبلكس روز. هتلاحظوا في الثلاث حالات الستيبل الجزء بتاع الماينس الفا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ الجزء بتاع الماينس الفا اللي هو الاكسبوننشال تيرم بالنيجاتيف، وبالتالي هيختفي مع الوقت ويبقى الحاله بتاعتنا ستيبل. طب لماذا سميت الثلاث حالات اوفر دايما كريتيكال وامبر؟ حد يعرف؟ بيسموها اوفر دايما هنا وهنا كريتيكال وهنا اندر دايما. ما معنى اللفظ ده؟ حسب السرعة. حسب السرعة يعني اوفر وكريتيكال واندر، يعني طب ليه دي اوفر واندر يعني؟ يا جماعة أولا كلمة الدامبنج ده يعني اللغة العربية إيه؟ إن الحاجة تقل مع الوقت، الإحلال أو التضافر أو التدهور. ده مع الدامبنج يعني الجزء الترانزيت بيحصل له دامبنج مع الوقت ويختفي. بس بيحصل له الدامبنج ده اما ان هو يقع تحت تاثير اوسيليشنز فنسميه انتر دامبنج اللي الحاله الثالثه، او يتعالى على الاوسيليشنز يبقى اوفر دامبنج، او يبقى حاله بين البنين هي كده. اظن كده اللفظ بقى واضح ويتناسب مع المعنى فعلا. لكن الدامبنج هو اللي يعرف الدامبنج اي حاجه يا جماعه معناها تدهور او تضافر او اختفاء مع الوقت. زي انت مثلا عدم فهمك للترانزيت، عدم الفهم يحصل له دامبنج مع الوقت. يعني معناه ان انت كل ما ده عمال ايه؟ تفهم ترانزيت اكتر، مش كده؟ بعد الشهر طبعا العكس مش موجود. ها؟ ولا في واحد عمال يحصل له دامبنج في المذاكره مثلا بعد الشهر طبعا لا. هو في دامبنج لعدم المذاكره، يعني عمال نتصاعد كده ايه والفهم جديد وكده لغايه ما نخش فعلا شبه جاهزين ان شاء الله او جاهزين تماما باذن الله. هو ده معنى ايه؟ معنى الدامبنج في الثلاث حالات اللي انت مطلوب تعمل كده. الفري ريسبونس يا جماعه الار ال سي سيركل زي الفرصه بالظبط. هنقول ان شاء الله المره الجايه في 5 دقائق وبعدين نقضي بقيه المحاضره على بس.